خارطة جسم الإنسان، فعندما يضغطون يعتبر هو من العلاج الطبيعي، عندما يضغطون على منطقة معينة في أسفل القدم تمام. سواء هنا أو هنا ويكون في ألم يحس فيها العميل، فهذا يحدد على مشكلة عنده، مثلا تمام. عنده مشكلة مثلا في الأعصاب، عنده مشكلة في الباطنية، في الأذن، مثلا عنده هواء في العضلات، عنده مشكلة في الظهر، فمن أول جلسة يمكن إذا كان أول مرة يتألم، لكنها بتكون علاجية إذا كانت ثلاث أو أربع بشكل مرات مستمر. بشكل مستمر فعلا. هذه الميزة يا جماعة الخير، مركز أقدامي مختصين فيها وشغلهم جميل جدا، وشفتوا انطباع الشباب ريلاكس على الآخر. ها يا علي، الله صلى الله عليه وسلم، تعال استرح. أنا رياضي بلعب كرة، كم جيت القرية ما عاد لعبت، وسعيت قبل يومين وجاني العصب هنا وانت بكرامه كرمت، الرجل انشدت ولا اقدر امشي الا على اصابعي. لا لا الحين بيفرق معك، الحين فرق والله الصدق، والله ما عاد في الم. شكرا والله، الله يبيض وجهك قبل كل شيء، يبيض وجيههم. قاعد يفرق العصب، الدوره الدمويه ما كانت تمشي، ثابت الدم متحجر، فرق معك شيء كبير. لا الحمد لله قدري. طبعا مركز اقدامي فيه مركز خاص للرجال وايضا مركز خاص للنساء، حساباتهم انعرضت على الشاشة وشغلهم جميل جدا. كذلك مع كلمات الشكر والله أبدا ما توفيهم حقكم، شعثة نجد، شكلة الرياض، أم عبد الإله للأكلات الشعبية، شغل فعلا يجمل والشباب انبسطوا. من المنشد فيكم؟ أنا طالب. أنت؟ أسلم بس تخليني أكمل أبد. صدى بس باختصار. سم. باختصار. إيه اختصار. بيت يعني. إيه بيت. واضح جاتك معلومات عني. لا لا لا. لا لا ما جاني معلومات، أعرفك يا محمد زين. غاب اتصالك ما لفتني مراسيل. الله. مرسالي واحد من طرفكم يسدي. سلام سلام. الحق على قلب انبلته الغرابيل، والظاهر اني واصل كل حدي. سلام سلام عليك، سلم. سلام عليك يا محمد. طبعا شباب تأكدوا لي من التصويت، إذا انتهى أعطوني إشارة. أقدر أقول كلمة أبو عيد ولا وصلت؟ تمام النهاية. تمام تفضل، بجيك يا نواف. أشكر فريق دامي الرواسي، أقول الله يعطيكم العافية، وشكر خاص لأختي أم عبد الله اللي هدتني الدرع في الجمعية بقيمة 5000 ريال قبل 4 أيام بخير. وأشكر أختي أم عبد الله وفهد إخواني اللي قالت إن القصة وأثرت فينا وفي الشباب، وحبس إني أقول يا عبد الله وفهد محمد المسردي يحبكم وركان السالي يحبكم، وبإذن الله نحن الاثنين بنزوركم أنا وباقي الشباب. الله يجزاهم بالخير ويعطيهم العافية. للتذكير